كانت مباراة زوينة، وخا كنا نقدروا نخرجوا بنتيجة كبيرة اللي تخلي اللعابة يلعبوا مرتاحين الماتشات الجايين، ولكن الحمد لله 3 بوان المهم. الرسالة ديالي للمدرب قبل اللعابة هو أنه كاين شي تغييرات بحال النصيري اللي ما قدمش إضافة وضيعنا بيلانتي. كان في إمكانه أنه يلعب بلاصتو لعابة أخرين اللي دخلوا تسعود، ولا لعبنا غير رحيمي. رحيمي بعدا شي لعاب اللي كيموت لك على التوني، ولا شي لعاب مقاتل وخسرنا ما بقاش فيك الحال. واش غنقول لك، ديك الساعه كنا رابحين بواحد، وكان عندنا امل اننا خاصنا نكونوا رابحين اكثر باش نضمنوا الربح ديالنا، حيت كيف ما كتعرف المنتخب ديما كيجيب حتى الدقيقه الاخرى، وسواء كيجيب التعادل سواء كنخسروا. والحمد لله منين جبنا الرباح وضيع عليك بيلانتي كانت واحد فقدنا شويه الامال، ولينا كنقولوا راه الماتش خاصني التعادل، ولكن الحمد لله منين فرحونا زادوا البيت الثاني. ان شاء الله هاد لاكوب على حساب اللعب اللي كنشوفوا، كاع المنتخبات اللي كنا كنتوقعهم انهم يديروا نتائج كبيره سواء خرجوا تعادل سواء خرجوا بخسران، وهاد لاكوب ان شاء الله راه ما كاينش اللي غيدير المنتخب. وكنبغي نشكر جريده اشواقع على هاد الحضور ديال المقابله. الحمد لله دازت زوينه، كنا متوقعين هاد الرباح حيت اللعب اللي داروا احسن من المباريات اللي دازوا. المستوى اللي بينوا لنا اليوم صراحه شي حاجه كنفتخروا بها، كنشكروا المدرب بزاف حيت هو اللي زعما المسؤول على هاد الرباح وعلى هاد الشيء، وكنتوقعوا ان المباريات الجايه ان شاء الله يكونوا احسن واحسن واحسن واحسن، وكنفتخروا اننا ربحنا. الرساله ديالنا للعابه كنقول لهم تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم، وكنتمناو تزيدوا ديروا بحال اللعب اللي درتوا اليوم ديروا في المباريات الجايه، وتكون لاكوب ديالنا ان شاء الله هاد العام. الصراحه بقى فينا الحال حيت كنا كنتسناو ان الهدف غيتسجل، ولكن ملي ما تسجلش في الاخر فقدنا الامل، كنقولوا صافي، ولكن الحمد لله فرحونا بالهدف الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتعرف المقابله دازت قويه، منتخب عندنا قوي، كره رجوله ان شاء الله مرشحين هذا العام الديوان ان شاء الله. واخا زقلنا بزاف فهمتي، خاصنا نخدموا على بزاف الاخطاء اللي دارهم اللعابه بحال نصيري زقل بزاف في البوسه. نصيري تبارك الله رجع فهمتي بون فهمتي رجع ديال اللعابه، ترجلوا معانا دوله كامله كتسناك 40 مليون نسامه، 40 مليون 10 مليون 40 مليون لي فان وداك الشيء فهمتي، راه 40 مليون نسامه، راه كلشي كيتسناوكم بالقلوب ديالنا، والدينا كيتفرجوا، عائلاتنا كتسناوكم، عرفتي لا ديشوار ان شاء الله غندخلوا التاريخ من الباب الواسع والباب الضيق ان شاء الله، وكنتسناوكم فارس. نقولوا الكلمه ان شاء الله ديالنا، نقولوا الكلمه ديالنا حيت المنتخب هذا العام ان شاء الله ليفيكتيف تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك فهمتي. خاصنا شويه خاصنا نخدموا شويه على فهمتي على الشبكه، عندنا مشكل في فهمتي افاسون تاع تسعود، كنتسناو ان شاء الله رجوع ماي من الاصابه اللي غادي يشكل فهمتي ماي غادي يرجع غيشكل واحد خطوره على الخصم ان شاء الله. كنتسناو دابا صافي، دابا تاهلنا ضمننا التاهل، كنتسناو الدور فهمتي الدور الموالي، وديما مغرب وان شاء الله مربوحه وغديو ان شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.